الفيديو نشوفه مع بعض. يلا. طب انت ايه اللي مزعلك يا شوبيه؟ ايه اللي مزعلك؟ ملعب يا شوبيه، ولعب على تقيل قوي، انت عارفه يا شوبيه يعني ده لعب على تقيل. الله الله الله، مش عاجبك ان انا اتسقف للنادي الاهلي اللي عمل اسم مجدي عبد الغني، وانت تسقف للنادي الاهلي اللي عمل اسمك؟ مش عاجبك؟ بتتريق على ان انا واقف ورا النادي الاهلي يا عم شوبير؟ عيب يا شوبير عليك، والله عيب عليك، عيب عليك، ويا ريت الناس تبلغك، ويا ريت تكون بتتفرج عليا دلوقتي. عيب عليك ان انت تطلع تنتقدني، انت في حاجات كتيره جدا اقدر انتقدك فيها، لكن مش هنتقدك. في حاجات كتيرة قوي أقدر أقولها يا شوبيه، حاجات كتيرة قوي قوي من يوم من وإحنا بنلعب، وأقدر أطلع التاريخ كله، لكن أنا عيب ما ينفعش. إحنا كنا بنشتغل في قناة واحدة، وأنت طلعت انتقدتني وأنا طلعت انتقدتك لما قلت هقطع دراعي ومش هخش انتخابات اتحاد الكرة، ودخلت الانتخابات وقلت لك هتمشي بدراع واحدة شوبير، وكان المنظر سيء، كان المنظر وحش ليك وليا، انما انك انت تاخدني وتعملني حفله، لا عيب، عيب عليك، لا على العيش والملح، ولا على انك انت يعني معظم الوقت كلته من قبل ما اتجوز، حتى قبل ما نخش بيوت بعض واحنا متجوزين كلت عندي ببيتي. قالوا عنك ان خلافاتك مع شوبير غيره ونفسنا. لا خالص، انا بحب شوبير والله، بس انا زعلت يمكن منه. يمكن ساعتها كان في خلاف بقى. زعلت منه في الفتره دي. ليه بقى؟ خلافاتكم كتير يا كابتن. هو الوسط الرياضي للاسف كده مليان مليان زي اي وسط. لا اسوأ شويه. ليه؟ لان في رغي كتير، عشان الكعكه الصغيره بتاعت البرامج الرياضيه عايز ينتش منها. مش كده؟ بس انا الموضوع ده ملوش دعوه بالبرامج الرياضيه خالص. امال انا كان جمعيه عموميه للنادي الاهلي، وكان انا رحت لان لو تم اسقاط المجلس اللي موجود ده النادي الاهلي كان هيمر بفتره صعبه جدا، فانا ما يعني النادي الاهلي ده بالنسبه لي خط احمر، بالرغم ان انا الناس اللي انا وقفت معاهم دول او اللي انا دافعت عنهم، وشوبير كان زعلان ساعتها، انا سقطت، دخلت انتخابات وسقطت يعني قصادهم، يعني فرصه ان انا اذبحهم، لكن ما عملتش كده. ليه؟ لان النادي الاهلي هو الاهم بالنسبه لنا كلنا. فانما خلاص بس الموضوع، يعني ما تنكرش ان معظم الخلافات يمكن او اكيد فيها شويه غيره. ممكن الواحد يبقى نفسه في حاجه معينه. طب هسالك لكن سؤال، لكن ما توصلش لدرجه انك انت تغيري او تطلعي تتهجمي على حد عشان انت عايزه تبقي مكانه، لا صعب طبعا. طيب. وبعدين انا صعب جدا ابقى مكان شوبير. طب هل شوبير شايفه احسن مقدم برامج رياضيه؟ دي حقيقه، دي حقيقه. نشوف الفيديو اللي بعده. يا ريت.